ولنقاش الملف السوري والانتشار الأخير للميليشيات الإيرانية وانعكاسات ذلك على الواقع السوري. ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية المحلل السياسي صالح فاضل. أهلا بكم سيدي. مرحبا بكم، حياكم الله. سيد صالح، كيف يفسر قبول النظام بتوسع نفوذ الميليشيات الإيرانية في مناطق البوكمال وشمال شرق سوريا؟ الأمر هذا الحقيقة ليس قبول النظام، وإنما النظام هو لا يمتلك من أمره شيئا، سواء بضغوط إيرانية أو ضغوط حتى أمريكية غير مرئية، لأن التنسيق الإيراني الأمريكي موجود منذ قيام ما يسمى بالثورة الإسلامية أيام الخميني. إيران هي ذراع أمريكي في المنطقة لتنفيذ سياساتها، ولذلك هذا الأمر موجود رغم أنف النظام، والنظام هو راضي عن ذلك. لكن كل فترة تعرفون أن إسرائيل وأمريكا تقوم بتحجيم تلميذتها إيران فقط إذا خرجت عن الخط، ولكن الإيرانيين حقيقة وجدوا في منطقة البوكمال بعد أن استولت الولايات المتحدة الأمريكية وقضت على تنظيم الدولة الإسلامية هناك، وقامت بتسليمه للنظام وإيران. وإيران شكلت كما نعلم أو أسست قاعدة الإمام علي كنقطة ارتكاز لها في البوكمال، وتم بناء هذه القاعدة على شكل أنفاق محصنة تستعملها إيران لتخزين الأسلحة، فضلا عن وجود قواعد عسكرية أخرى لإيران في البوكمال لكنها مكشوفة. نعم. كمطار الحمدان وقرية الهري والمنطقة الصناعية. أستاذ صالح، ما مدى خطورة هذا النفوذ الإيراني في مناطق شمال سوريا على التركيبة السكانية والأهالي الرافضين للوجود الإيراني هناك؟ هذا الأمر لا شك أن الخطورة على التركيبة السكانية جاية من أمرين، يعني تأتينا من أمرين. الأمر الأول هو نشر التشيع المذهب الإيراني، وليس بالطريقة العربية الشيعية، الطريقة الإيرانية الباطنية، تنشرها ثقافيا وتحت تهديد السلاح أو ما يسمى بالترغيب والترهيب، التجويع، ثم تأتي الجمعيات الخيرية الإيرانية فتنشر المذهب الشيعي، وأيضا لكي يحمي المسلمون السنة أنفسهم يحمل بطاقة شيعية أو منظمة شيعية إيرانية ليحمي نفسه من المخابرات العسكرية والجوية وغير ذلك، بالإضافة إلى التهجير من لم يقبل على نفسه أن يقع تحت هذه المظلة، مظلة الحمائية الإيرانية، هاجر إلى تركيا أو إلى مناطق أخرى في درع الفرات ونبع السلام. وبالتالي التركيبة السكانية خربت من حيث من طريقين، طريق التهجير وطريق التبشير وإحلال أيضا سكان شيعة من أفغانستان وباكستان ولبنان. هذا ما حصلت هذه التجربة في ريف دمشق، وأظنها تتكرر أيضا مرة أخرى في منطقة البوكمال. التأثير كبير جدا، هناك حرب حقيقة أمريكية إيرانية إسرائيلية على أهل السنة في العراق وفي بلاد الشام. في ظل استمرار أزمة النازحين والأزمة المستمرة لحد الآن، ما المطلوب دوليا خاصة إذا تحدثنا عن معبر باب الهوى؟ يعني المصيبة أن الذي يعول على الحل الأمريكي للقضية السورية وكأنها تقف إلى جانب ما حقوق الإنسان وغير ذلك، يجب أن نعلم أن السياسة الأمريكية هي مرتبطة بالنظام الرأسمالي، والنظام الرأسمالي يقوم على النفعية، فإن كانت مصالحهم تقضي بإبادة الشعب السوري أو أي شعب آخر فإنهم سيبيدونه، لأنها حضارة متوحشة. اليوم حولت الولايات المتحدة الأمريكية المسألة السورية إلى مسألة إغاثة، بعد أن كانت هي مسألة سياسية وعسكرية، مسألة إبادة شعب، مسألة تخريب البنية الديمغرافية، هدم البنية التحتية، المدارس، المشافي، المساجد، المصانع، التهجير، النزوح. تصوري يعني تهجر أكثر من نصف الشعب السوري، واليوم الولايات المتحدة الأمريكية بكل سهولة بتحول الملف من هذا الملف القتل الجماعي والإبادة الجماعية إلى ملف إنساني. هل يقتصر الأمر على باب الهوى أو باب السلامة أو غير ذلك، وكأنه ملف إغاثي فقط؟ وهذا الحقيقة تراجع في الموقف الأمريكي علنا وبشكل وقح. شكرا جزيلا لك المحلل السوري صالح فاضل، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.